او مركز بلاطه. ابو حبيب يلعبها ولكن ركله جزاء. لكن محمد شبير ايضا مميز بركلات الترجيح. ابو حبيب ومحمد شبير من علامه الجزاء. اعزائي المشاهدين بلاطه قد يعود الان. ابو حبيب وهدف التقليص اعزائي المشاهدين لبلاطه الان. نعم جول 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 الان لبلاطه. هدف تقليص الفارق الان للجدعان. الجدعان يعودون بشكل سريع بعد هدف نعمان الثاني. بلاطه يعود بتقليص الفارق. لكن شوف ايضا اللاعب عبد الحميد ابو حبيب اخلاق عاليه واحترام عام لقميص فريقه السابق. لم يحتفل باحرازه للهدف، ركض بشكل سريع، احتضن الكره وعاد بها الى وسط الملعب.